ولمناقشة هذه الجريمة التي ارتكبت في قضاء أبي غريب ودلالاتها والإدانات لاستمرار إفلات القوات الحكومية من العقاب، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. مرحبا بك معنا سيد ضياء. أهلا وسهلا ومرحبا. ضابط ونائب ضابط وعناصر آخرون وراء ما جرى في أبي غريب بقتل مواطن أعزل وإصابة 5 آخرين، والسبب هو أنهم كانوا يريدون سرقة مواشيهم ولكن الناس تصدت لهم، ماذا يعني ذلك؟ يعني حقيقة هي هذه الوضعية الحكومة العراقية من بدايتها وحتى هاي اللحظة، يعني الأمر صعب ممكن تفسير هيك حالات، إلا تفسير حالة وحيدة أنه الحكومة الموجودة لا يهمها رعاية المواطنين، وإنما بالعكس يعني حتى رئيس الوزراء من يتكلم يتكلم بأسلوب غير حضاري، بأسلوب انتقامي، بأسلوب إجرامي. هذا كلام رئيس وزراء، يعني كيف إذا كان ضابط ولا نائب ضابط، يعني كيف راح يكونون ذولا موقفهم من الشعب العراقي، من المواطنين العراقيين؟ هم جايين لانتقام من هذه المجموعة البشرية من الشعب العراقي. أنا مستغرب كيف الحكومة العراقية ممكن تدير هذه العمليات إذا كان الكاظمي هو رئيس الوزراء وهو مسؤول، وحتى رئيس الجمهورية أيضا هو مسؤول عن رعاية المواطنين. يعني مع الأسف لا نسمع لهم صوت ولا تعليق ولا أي شيء، يعني يقابلون المواطنين وكل المقابلات. كيف تفسر ذلك يا أستاذ ضياء؟ حقيقة هاي انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات إجرام، عملية إجرامية بكل مواصفاتها. نعم. لانه لا يمكن السكوت عن هذا الامر اذا كان الرجال المعنيين لحمايه المواطنين يتصرفون هكذا مع المواطنين، اذا كانت هذه من الميليشيات على الناس على الجيش والشرطه ان تحمي المواطنين من الميليشيات والعصابات الارهابيه المنتشره في العراق. يعني احنا الدور الجيش هو يعمل ويرتكب هذه الجرائم والحكومة تسمع وتدري ماذا يحدث، يعني مع الأسف يعني أين هي الحكومة؟ أين هي الحكومة؟ يعني هذا هو السؤال، ولكن المواطن الذي يتعرض لهذه الجرائم إلى من يتوجه إذا كانت الحكومة لا تنصفه لا تقف معه، وإذا كان الجيش هو من يفعل ذلك؟ هي بالحقيقة أكو محاكم إدارية، محاكم موجودة في العراق ممكن التوجه لها، ممكن التوجه بتقارير رسمية مثبتة للمنظمات الحقوقية، لأن الحكومة العراقية بالوقت الحاضر يعني الأمر لا يعنيها، يعني ساكتين، يعني ما ولا كأن لم يحدث شيء. يعني هذه المشكلة تحدث، هذه المشاكل في كل العراق، في كل أنحاء العراق، ليست في منطقة أبو غريب فقط، وإنما هي العملية انتقامية من الشعب العراقي. هذا ما حدث بالموصل وما حدث بالرمادي وما حدث في المناطق الجنوبية بالعراق، وحدث حتى في كربلاء والنجف، حدث هذه الأحداث. هذه الأحداث تحدث باستمرار، ولكن الحكومة العراقية هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه الانتهاكات. نعم، تكلمت أستاذ ضياء عن محاكم إدارية، هل يمكن اللجوء لهذه المحاكم وهل يمكن إنصاف الناس؟ بالتأكيد ممكن الوصول إلى المحاكم إذا 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 أكو دعوة من العراقيين. يعني سمعت الأخوة يتحدثون عن هذه، لو كنا إحنا نتبنى هذا الموضوع مع المنظمة ونكتب بها تقارير ونتحدث مع الحكومة ومع الجهات المختصة الأمنية بالعراق عن حادث هذا الموضوع، إحنا عندنا الاستعداد أن نراسل هذه المؤسسات ونعرف لماذا حدث هذا القتل ولماذا هذا التهاون من الحكومة العراقية. نعم، لكن كما تلاحظ أستاذ أو لعلك تلاحظ أن هذه ليست جريمة عابرة كما تفضلت في البداية، ولكنها تتكرر بأشكال مختلفة وعلى أيدي أناس مختلفين، مرة القوات الحكومية، مرة أخرى قوات الجيش، ومرة ثالثة قوة الميليشيات، ولا أحد يستطيع إيقاف هذه الجرائم مع الأسف الشديد. حقيقة هذه الجرائم هي تتبناها الحكومة العراقية، هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه الجرائم. إحنا ما نريد نبرئ الحكومة العراقية عن هذه، لكن الحكومة العراقية هي موجودة وغير موجودة، يعني حقيقة موجودة فقط من يأخذون الرواتب والمخصصات والسرقات، ولكن غير موجودة من تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق
غير موجودة الحكومة، ولا هي معنية بهذا الأمر، يعني هي معنية بس فقط بالرواتب والسرقة ولا آخر شيء. إحنا ممكن هذا عن إحنا نرفع تقرير عن طريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن هذه الانتهاكات التي تنتهكها بعض المؤسسات الدولة ضد المواطنين العراقيين، مثل هذا ضابط الشرطة ونائب ضابط الشرطة اللي ضباط الجيش اللي أقاموا بالانتقام من هذه المجموعة البشرية. أشكرك جزيلا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من فيينا الأستاذ ضياء الشمري.